كبيرة التجميل شريفة الهرمومي التي تمت بمكيح العارضات يومي أمس واليوم. شريفة الهرمودي استطاعت بخبرتها الواسعة في مجال التجميل أن تتلاعب بالألوان وتدرجاتها مثلما يتلاعب فنان رسم بألوان ومعاني لوحاته، وهي تلاءن إطلالة المرأة في نضارة بشرتها وتناسق لون شعرها وجمالية بريق عينيها، فتحدد بفرشاتها وأقلامها ملامح الوجه، فتبدو إطلالة الوجه أشبه بعمل منسق أبدعت فيه أنامل فنية احترافية تجيد لغة الجمال.